السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. تسجيل جديد من تسجيلات أوفيس 365. سوهاج معاكم، سامع الهادي، معلم أول لغة إنجليزية. النهاردة إن شاء الله هنتعرف مع بعض على طريقة جدولة اجتماع عبر مايكروسوفت تيمز، وكمان الحصول على رابط الاجتماع اللي أنا جدولته ونشره في أي مكان أنا عايزة أنشره فيه. كان في تحديثات حصلت أو تمت على مايكروسوفت تيمز. من ضمن التحديثات دي انه مش بيظهر لي بشكل مباشر رابط الاجتماع اللي انا جددته. ناس كتيرة بتجد الاجتماعات بتدخل بتدور على رابط، مش بتبقى عارفة مكانه فين او تجيبه منين. فهنتعرف مع بعض ان شاء الله على مكان تواجد الرابط وازاي نحصل عليه. اول حاجة انا بعمل تسجيل دخول على مايكروسوفت تيمز بايميل الوزارة بتاعي والباسورد. انا مسجلة دخول جوه تيمز، بروح للثلاث نقاط دول علشان يودوني عند الكالندر اللي انا من خلاله هقدر جدول اجتماعي. لما بدخل الكالندر بيبقى عندي تو اوبشنز، عندي ميت ناو لو انا عايزه اعمل اجتماع فوري في الوقت الحالي، ونيو ميتنج لو انا عايزه جدول اجتماع لوقت لاحق. احنا هنضغط على نيو ميتنج، بيجيب لي الديتيلز بتاعه الميتنج اللي انا هجدوله، الميعاد والتايتل وكل حاجه تخص الاجتماع. هبدا ادخل البيانات المطلوبه مني علشان اكمل جدوله اجتماعي. بدي له عنوان اول حاجه، ميتنج مثلا سميه. تاني حاجة هنا تحت بيقول لي لو انا عايزة اضيف حد من الحضور، دي خطوة اوبشنال. لو انا عايزة اضيف حد اضيفه، لو مش عايزة اضيف حد خلاص براحتي كنوع من الدعوة يعني. بنزل تحت بقى على ميعاد الاجتماع بتاعي، تاريخ بتاعه والتوقيت الساعة، بشوف اليوم اللي انا هعمل فيه اجتماع هعمل ايه. هروح بقى على التوقيت الميتنج بتاعي وهشوف هعمله امتى، 8 مثلا وهنهي 10. تمام، مدة ساعتين. لو انا عايز الاجتماع بتاعي يكون طول اليوم بضغط اون داي، تفعل دي هيبقى شغال معايا طول اليوم. لا انا عايزاه يبقى محدد بتفاصيل معين، يبقى من 8 ل 10 يبقى بلغ التفعيل اون داي. بعد كده خلاص كده خلص، مفيش حاجة مهمة ممكن احطها تخص الجدولة. تحت هنا لو انا عايزه اكتب ديتيلز الميتنج، يعني نوتس بكتبها تخص الميتنج او موضوع الميتنج مثلا. خدوا بالكم من الجزء ده، جزء ده فاضي تماما، الصفحه كلها نفسها فاضيه. انا لو دورت على اوبشن او خيار عشان يديني لينك هنا مفيش، يعني ده ادي كل حاجه تخص الاجتماع، مفيش اي حاجه بتدل على اني الاقي لينك للاجتماع. تمام، طيب هنخلص الاول من قصة ان احنا نجدول الاجتماع ونجدوله، ونضغط سند علشان يضيف لي الاجتماع ده على الكالندر بتاعي. هروح ليوم 7، يوم 7 احنا عندنا على الساعة 8 من 8 ل 10، نزل اهو في الكالندر بتاعي. طيب نضغط كده نكليك يمين عليه، بيطلع لي اربع خيارات. اول خيار ايه التحرير، وده لو انا عايزة اعمل اي تعديل على الميتنج بتاعي، عايزة اغير ميعاده مثلا، عايزة اضيف حد في الحضور، عايزة اعمل اي حاجة فيه كان من التعديل، لكن هو موجود اوريدي خلاص اتثبت عندي على الكالندر ان في عندي اجتماع اليوم 7/7 الساعة 8 مساء. لكن انا عايزة اعمل بعض التعديلات فبعمل ايديت. تشات لو انا عايزة اعمل تشات، جوين اونلاين لو انا عايزه ادخل مباشره الاجتماع، وكانسل لو انا عايزه الغي الاجتماع من الكالندر بتاعي مبقاش موجود. الخيارات دي مفيش حاجه منها برضو بتدل لي على وجود لينك للاجتماع اقدر اخده. انا وانا موجوده في الكالندر هدخل هضغط عليه علشان ادخل على الاجتماع واعمل له ايديت، يعني هضغط ايديت او هضغط عليه ضغطه واحده هيدخلني للجدولة بتاعته الأصلية بتاعت الاجتماع بتاعي. تمام، هنزل تحت هنا، شايفين الجزء ده اللي هو كان فيه نوتس أو ديتيلز بتاعت الاجتماع كان فاضي جدا، ما كانش فيه السكرول دي لو تاخدوا بالكم، وانا قلت لكم خدوا بالكم منه.
هل اضغط عليها وانا نازل لحد ما تظهر لي اللينك ده وفي عندي كلمة ميتنج اوبشنز. ميتنج اوبشنز بعمل كليك يمين عليها بتطلع لي بقى خيارين، كوبي لينك واوبن لينك. هو ده بقى لينك الاجتماع بتاعي اللي انا كتبته، وما كانش ظاهر في الاول ولكن ظهر دلوقتي بعد ما اوريدي بقى موجود الاجتماع وبقى ليه وجود، فبالتالي بيظهر لي اللينك بتاعه بس في المكان ده تحت في صفحة الجدول بعد ما بنتهي من جدولته. بضغط كوبي لينك وكده انا بقت عندي كوبي من لينك الاجتماع، باخدها وبروح بيها اي مكان وبعمل لها بيست اهو، ادي اللينك اهو، بعمل له سند ارسال كده انا الميتنج بتاعي بقى له لينك وبعته بمنتهى السهوله للناس اللي عايزاها تحضر معايا. كده انا حصلت على اللينك بطريقه. طب هل في طريقه تانية تخليني اقدر احصل على رابط الاجتماع؟ اه في طريقه تانية، ولكن طالما احنا عرفنا الطريقه دي فخلاص احنا هنكتفي بيها، ولكن احنا ممكن نقولها كنوع من التوضيح. ان انا بضغط جوين وبدخل على الاجتماع بتاعي اللي انا جدولته، جوين ناو، وفي خانه المشاركين اللي عندي بضغط عليها، الخانه اللي هي بعمل فيها زي دعوه او انفيتيشن للحضور معايا في الاجتماع، في جنبها علامه اللينك دي بضغط عليها بيعمل لي كوبي للينك الاجتماع. طيب انا كده معايا كوبي من لينك الاجتماع، لو نزلت تحت هنا في الشات هقفل البارتيسيبنت وافتح الشات، لو نزلت هنا وعملت بيست جاب لي اللينك الاجتماع اللي انا اخدت منه كوبي، ولكن مفيش لينك يوديني للاجتماع، مفيش حاجه ظاهره كلينك يعني اضغط عليها توصل، بيظهر اه بس مفيش حاجه ممكن اروح ليها تعتبر لينك. بعمل ايه بقى؟ الكوبي اللي انا خدتها دي من عند الحضور موجودة عندي اوريدي، موجودة عندي في الكليب بورد، باخدها بروح على ملف وورد او صفحة وورد تكون فاضية وبعمل بيست. نفس الكلام بيجيبها لي من غير لينك، مفيش حاجة انا اضغط عليها توديني مباشرة على الاجتماع. وانا واقفة عليها بقى بضغط كنترول وبضغط عليه بيوديني للاجتماع. اهو هنا بقى اقدر اخد كوبي من العنوان اللي انا روحت ليه ده وجابني هنا، هو ده العنوان اللي انا موجوده فيه، فبعمل كوبي وبعد كده بروح في المكان اللي انا عايزه ابعت فيه المسج بتاعتي، او عفوا المكان اللي انا عايزه ابعت فيه اللينك بتاعي، واعمل بيست. شايفين اهو كده اهو بقى لينك طبيعي وعادي زي اللينك الاولاني. يبقى كده انا عرفت ازاي اقدر احصل على لينك اجتماع من بعد ما عملت له عملية جدولها بطريقتين. اتمنى ان تكونوا استفدتم من الفيديو، والى اللقاء في فيديوهات جديدة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.